الشعري لحظات وستعطى شارة انطلاقة لمباراة أسامة بن إسحاق يعطي في هذه الليلة بالضبط شارة انطلاقة المباراة المؤجلة للجولة 23 للبطولة بين الترجي الشبيبة القانونية والامتلاك للظروف الشبيبة في مباراة الذهاب خسر 2-0 دفع الخليسي ورعد الفدعة للفريوي يعمل المراوغة التمرير العويشي 1-2 دور مركبات الشبيبة القانونية قد يطيح بالترجي استحواذ وامتلاك تمريره وعمليه كانت مثاليه ولكن عيون يخسر الكره صحيح التمرير يرجيب يشوف الاعاده حب الهوني يا العيوني ياخذ الكره التمرير من غلال ودون تفكير دون تعقيد باليمين والبقيه كره في الشباك هدف رائع من ادم رجيبي ادم رجيبي سعاده يسجل في تشكيله الترجي والخروج شنيور مبروك عليكم يا اولاد.